استعادة التأهيل البدني هو فرع من فروع الطب يهدف إلى تعزيز واستعادة القدرة الوظيفية ونوعية الحياة لكل شخص تضرر مستوى أدائه البدني أو الذهني أو العقلي نتيجة مرض أو حدث. ويعد مجال إعادة التأهيل لب مهنة العلاج الطبيعي، وهو بالأصل بدأ منها قبل أن يتطور لمراحل عديدة. كما أن التأهيل البدني يضم العديد من الحالات التي تتطلب عملية إعادة تأهيل، منها مجال تقويم العظام والتأهيل العصبي وغيرها. استطاع مستشفى كابيتال هيلث بالشراكة مع شيرلي ريان أبيليتي لاب، الذي يعتبر مستشفى التأهيل والعلاج الفيزيائي الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية، إحداث طفرة طبية في مستقبل إعادة التأهيل الصحي والاستشفاء في المنطقة، بتقديم خدمات نموذجية فريدة للمرضى للحصول على أفضل الفرص للتعافي. حياكم الله مشاهدينا من جديد. الحين فقرتنا مع فقرة صحتك بالدنيا، طبعا موعدنا موضوعنا اليوم عن التأهيل البدني أو ما يعرف بإعادة التأهيل أو فيزيوثيرابي. بنتعرف على هذا المفهوم الطبي وما هي المنهجيات والتقنيات اللازمة اللي تلزم لإعادة تأهيل المرضى وفقا لاحتياجات الحالة المرضية وطبيعتها. صحيح راشد، بعد بنتعرف على الأهداف المحددة التي يساهم فيها الجميع، بداية من الطاقم الطبي وحتى الأسرة للوصول إلى أفضل مستوى ممكن للحالة المرضية. بتعرف أكثر حول هذا الموضوع، فخلونا نرحب مشاهدين الكرام بالدكتور مشعل القاسمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة كابيتال هيلث، مستشفى التأهيل التخصصي مركز هيلث شيلد الطبي. سعد صباحك وحياك الله معنا صباح الدار. صباح النور ويسعد صباحكم، وتشرف بحضوركم وشكرا لكم على هذه الدعوة الطيبة. الله يسلمك، مشكور يا دكتور. في البداية بس نبغي نعرف المشاهدين عن مصطلح التأهيل البدني، شو هو؟ أنا أحب أو بالبداية أن نوضح المراحل الثلاثة اللي يمر فيها الإنسان، أو المراحل الثلاثة بالنسبة للإصابات أو للأمراض. طبعا المرحلة الأولى ما تسمى في الوقاية الأولوية أو الأولية، هنا دور الصحة أو دور المؤسسات الصحية هي أن تساعد المريض أو تساعد الشخص في المجتمع على أن لا يحصل عندها الحالة من بدايتها. طبعا هذه ما يسمى الوقاية، ومثل ما تعرفون الآن في الدولة هذا أخذ دور كبير اللي هو الوقاية. أكبر مثل من هذا مثلا التطعيم، وكذلك مثلا الحزام، ربط الحزام أثناء السيارة، هذه يسمى وقاية، أي أن نحاول ندارك المرض أو الإصابة قبل أن تحصل. المرحلة الثانية طبعا عندما الإنسان يصيب في مرض أو يصيب في إصابة، فمثلا الطفل اللي لم يحصل على التطعيم للشلل الآن أصيب بالشلل، أو الشخص اللي لم يربط الحزام أثناء قيادة السيارة ولا سمح الله حصل هناك حادث سيارة ووقع رأسه على القزاز وسبب له مشكلة، كسر في الجمجمة أو نزيف في الدماغ أو كسر في الآن يحتاج إلى حالة حادة، يحتاج إلى مستشفى وإلى علاج. هنا المؤسسة الصحية والجمهور بشكل عام يفهم الطب بهذه المرحلة، في هذه الطبطبة، هو إثناء احتياج الخدمة الطبية الحادة. المستشفيات موجودة، العيادات موجودة، إلى كل هذا. طبعا بعد هذه الحادثة إيش اللي يصير؟ عندنا ثلاثة خيارات اللي يصير للمريض. أولها إن يتشافى تماما، وهذه تصير مثلا إذا حصل عندنا التهابات، حصل عندنا لا سمح الله كسر بسيط وراح. الحالة الثانية لا سمح الله إن الإنسان ما يستطيع أن يخرج من هذه الحالة ويحصل وفيات. المرحلة الثالثة، المريض استطاع أن يتعدى هذه المرحلة الحادة، ولكن في لها أثر على قدراتها الحركية الحسية أو الذهنية، يعني هو تعدى المرحلة في الحالة الحادة ولكن الآن لن يستطيع يعود على ما كان من قبل من أدائه اليومي، سواء لذاتها الشخصي أو في عمله. هنا نسميها إحنا الدرجة أو المرحلة الثالثة للطب أو للطبطبة، وهنا يدخل الطب الطبيعي والتأهيل. كيف أساعد هذا المريض بعد الإصابة، سواء كانت إصابة أو سواء كان مرض، أن أعيد له ما فقد أثناء هذه الإصابة اللي حصل عليها، أو أحافظ على ما حصل عليه، أو على الأقل وأضعف الإيمان أن أحاول لا أخلي التدهور أن يسير بسرعة. فهنا مهم جدا أن كما تعرفون بالنسبة للمرحلة الوسطى هذه، سواء كان من عندك كذلك حتى الأطباء أو ما يسميها المؤسسة الصحية، نجتهد فيها بشكل كبير
الجمهور فاهمها تماما، بس هناك شوية نحتاج توعية أكثر للمرحلة الأولى اللي هي الوقاية، ونحتاج كذلك للمرحلة الثالثة هو كيف نتعامل بعد الإصابة إذا حصل عليها أثر سلبي على حياة المريض، وهنا يدخل العلاج الطبيعي والتأهيل. إنزين دكتور مشعل، من خلال تجربتك وتشوف حالات أكيد مختلفة بشكل يومي، شو هي أبرز الحالات المتكررة أو الأكثر شيوعاً، ومتى فعلاً أن يتم إحالة مريض أن يبتدي علاجه؟ سؤال جيد هذا. طبعا احنا نستطيع بشكل عام نحط المرضى اللي يحتاجوا التأهيل الى قسمين، المكتسب، والمكتسب حالة الأغلبية للأسف الشديد يكون الإصابات أو التراما، سواء كان من حوادث سيارة أو سقوط من مباني أو التماس كهربائي، هذا تكون الأكثر. الثاني من بعدها طبعا مع والحمد لله على ارتفاع أعمار العمر الوسطي بين الناس، لأن أصبح الناس يعيشون أكثر، طبعا هناك يحصل مشاكل أكثر مع هذه كالسكتات الدماغية أو النوبات القلبية. طبعا هذه تكون المكتسبات أو الأسباب اللي مكتسبة، أو مرض حاد، يعني شخص حصل عنده مرض حاد جدا، سواء كان سرطان أو سواء كانت التهابات أو سواء كان كسر في حادث. هذه المجموعة الأكثر اللي نشوفها تحتاج تأهيل طبعا، ونسميها مكتسب اكتسب هذه الحالة. طبعا عندنا في أخرى كبيرة جدا اللي هي تكون إيش، تشوه خلقي أو وراثي أو جيني، طبعا هذا نشوفه الأكثر مع الأطفال. صحيح. في السن المبكر. فإحنا عندنا هاي كلها للحالتين اللي تحتاج التأهيل. طبعا إحنا هنا وأشكركم على هذا البرنامج، نريد نطرح على الناس إن المفروض يبدأ في علاج التأهيل مباشرة، يعني أول ما تستقر الحالة. نأخذ أبسط المثال، شخص حصل عنده سكتة دماغية، طبعا في وقتها أنت الآن تريد أن تنقذ حياته، ما وقت التأهيل، هذه المرحلة الأولى اللي تكلمنا عليها في الوسط. صح؟ في روح المستشفى يتلقى العلاج على إنقاذ الحياة من هذه السكتة الدماغية. أول ما يستقر حالته من الجانب الطبي البحث، تنفس طبيعي، نبضة القلب طبيعي، أصبح مستمر، هنا نحب أن نتدخل مباشرة في إعادة التأهيل. لماذا؟ لأن التدخل السريع في التأهيل، دراسات تثبت عالمية وفي أمريكا، على أن الحالة تتحسن أكثر، ويستطيع المريض أن يعيد اكتساب بعض القدرات اللي كان فقدها في هذا التدخل. أما بالنسبة للأطفال اللي عندهم تشوهات أو مشاكل وراثية جينية، طبعا إحنا ننصح هذا أول ما يتشخص المريض أنه يدخل في إعادة التأهيل. هي دكتور يمكن تكون مثل اللياقة، أنت تحاول أنك ما تفقدها، يعني خاصة في إصابات، في خلنا نقول الله يعافي السامعين جميعا، أن إصابة الجلطة الدماغية إعادة التأهيل تمشي مثل ما أقول، أول ما تستقر حالة المريض لابد، لأن تمشي مثل ما يقولون parallel مع العلاج نفسه الطبي. صح. طيب السؤال لك دكتور، لماذا تعد مجموعة Health Capital هي الأولى في إعادة التأهيل على المستوى الأول يعني في الدولة؟ شوف، هو إحنا في Capital Health في المستشفى التخصصي للتأهيل اللي إن شاء الله سوف يتم افتتاحها الشهر الجاي، شفنا احتياجات الدولة ونتماشى مع رؤية الدولة ونتماشى مع خطة دائرة صحة أبوظبي، على أن إحنا نشوف إيش الأشياء اللي موجودة داخل أبوظبي وداخل الدولة، وما هي الأشياء اللي ممكن نضيف إليها. فإحنا رأينا أن التأهيل، وهذا بالمنطقة بشكل عام، يعني إحنا نتكلم على العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي، حتى في الغرب لا زال المفهوم عليه مش واضح، مثلا طالما التخصص بدأ من بعد الحرب العالمية الثاني بعد الإصابات. فعندما رأينا هذا الشيء قمنا على أن كيف نجيب التأهيل الطبي وعادة التأهيل على المستوى الأمريكي، فقمنا بخطوتين. طبعا أولها أن نعمل شراكة فكرية مع أفضل مستشفى تأهيل في شيكاغو، اللي كان يسمى في المعهد شيكاغو للتأهيل، واليوم يسمى شالي راين أبيليتي لاب. فمن هنا أخذنا كل تستطيع تقول البروتوكولات الطبية والخطات العلاجية والصندوق الفكري المتماكل من هذه المؤسسة العريقة الكبيرة في أمريكا، وقمنا نطبقها هنا. هذا واحد. رقم اثنين، على أن نجيب العلاج الكامل one stop shop للرهاب، حيث يتلقى الخدمة مثل ما حضرتك ذكرت في البداية، أول ما يصيب أو أول ما يحصل عندها الإصابة أو أول تشخيصه. رقم اثنين، التأهيل المكثف. رقم ثلاثة، التأهيل طويل المدى والعيادات الخارجية للزيارات وكذلك المنزلي.
مع هذا أضفنا على أي احتياجات أو أي دعم طبي يحتاجها مريض التأهيل داخل مستشفانا نعطيه هذا الدعم. جميل، وهذا اللي يميزكم أساسا في كابيتال هيلث، ونحن راح نكمل حوارنا معك دكتور، لكن اسمح لنا ناخذ هذا الاتصال بحالة فعلية وصدقية صايرة مع هاي البنية اللي بناخذ اتصالنا معاها، من أم أحمد أو أم محمد اللي عندها حالة مرضية ويعاني طفلها البالغ من العمر 16 سنة من شلل أثر حاد. يسعد صباحك يا أم محمد، وعطينا سؤالك عزيزتي للدكتور. شكرا لكم، يعطيكم العافية. حبيت أسأل بس شو هو دور الأهل في مساعدة أولادهم لتخطي مرحلة المرض، مساهمتهم يعني بالتأهيل البدني للوصول للتعافي، شو هي ممكن تكون، وهل ممكن أنا بالنسبة لي كأم ممارسة بعض العلاجات المنزلية مساعدة طفلي على عملية التأهيل؟ نعم. إذن سألتك سؤالين دكتور. أول شيء أتوقع هو اللي تطري الجانب النفسي، يعني مساعدة الأم لطفلها اللي متأذي من هاي الحالة، بالإضافة شو التمارين اللي ممكن هي تسويها في المنزل؟ طبعا دور الأهل هو دور جوهري بالنسبة لعادة التأهيل ولأي حالة مزمنة اللي يعاني منها بسن المراهقة أو الطفل بشكل عام. فمن هنا احنا دائما اللي من تجربتنا اللي رأيناه أهم شيء عند الأهل تقبل الحالة، ثقافة تامة عن الحالة، الأمل مع ايش؟ مع الصبر. صحيح. هنا أنا أعتقد هذه البيئة إذا خلقت في البيت عند الأم أو عند الأب سوف تخفف بشكل غير مباشر، لأن الأطفال يدركون. صحيح. ويشعرون بأشياء ويشعرون بما يدير في عقل الأب والأم، فعندما يرى القلق ويرى أن هناك نوع من التخوف من هذه الحالة تصيب نفسيا. فأنا دائما أنصح أولياء الأمور أن تأهيل الثقافة عن الحالة، هناك أمل ولكن هناك صبر وهناك تقبل للحالة، هذا شيء مهم جدا من الجانب النفسي. بالنسبة للحالات نعم نحن ننصح أي ولي أمر عندها الوقت أن يحضر الجلسات العلاجية، يتداور الكلام مع المعالجين ويأخذ منهم بعض التدريبات اللي ممكن هو يستطيع يطبقها في البيت. بالعكس هذا شيء إيجابي وننصح فيه، ونرى أن هذا يساعد بطريقة كبيرة جدا على أن المريض هذا والطفل هذا يكتسب مهارات أكثر على لو يروح البيت وما في أي نوع من التواصل مع أولياء الأمور. طبعا نشكر أم محمد على اتصالها، وإن شاء الله يتعافى ابنك من الإصابة اللي فيها. صحيح طبعا فعلا جزء كبير يمكن العامل النفسي راشد جدا مهم، وايضا حتى لان فتره العلاج يمكن يكون نص ساعه ساعه بكثير، لكن فتره وهو جالس في البيت اكثر بكثير، فلا بد ان الاهالي يعتمدون هذا النوع من العلاج. هذا يبني دكتور لسؤال اخر، اللي يقدم الرعايه الصحيه للمريض في عادة التأهيل سواء كانت إصابة، يعني خاصة في الإصابات البدنية، خلنا نقول الأم أو الأب أو حتى الإخوان اللي موجودين في البيت، هذيل محتاجين يكونوا محتاجين إلى رعاية نفسية أيضا، فشو ممكن نقدمه للي يقدمون الرعاية؟ شكرا. طبعا الآن أنت تدرجت على شيء، إحنا في عادة التأهيل الفريق متكامل من علاج طبيعي، علاج وظيفي، علاج نطق، علاج الجبائر والأطراف الاصطناعية، المعالج النفسي والاجتماعي أو الأخصائي الاجتماعي. هذا الفريق بشكل عام مش فقط يشتغل كفريق مندمج مع المريض، إنما مع المريض ومع الأسرة. فطبعا مثل ما تكرمت التاريخ الأسري، البيئة داخل المنزل، هذا يهمنا كثير جدا في إعادة التأهيل، سواء كانت البيئة من حيث حجم المكان وأي التحديات اللي ممكن المريض يواجهها، أو البيئة مثل ما تطرقت إليها النفسية والعلاقات ما بين أفراد الأسرة مع هذه الحالة. فهذه كلها نتطرق إليها عند الانتيك أو عندما يجينا المريض أول مرة، كل هذه الأشياء نأخذها. والعلاقة صراحة ما بين الفريق المعالجين اللي يقوده أو يرأسه الطبيب الفيزيائي أو الطبيب الطب الطبيعي والتأهيل مع الكادر هذا الكبير مع بعض، يهتمون كثير بإحداث كل التفاصيل عن حياة الطفل هذا أو حياة المريض هذا مهما كانت، لأن مثل ما ذكرت أنت طبعا هذا دور مهم، والنفسية، لأن أي مرض مزمن أو أي حالة تكون مكتسبة الأسرة كلها تشتغل عليه. صحيح. مثل ما سواء كانت في السفر، سواء كان في قضاء العطلة الصيفية، وكل هذه ممكن في سؤالات، ولابد إحنا كفريق طبي
نتعامل مع الأسرة في تبادل وفي اشتراك متواصل، ولا نستطيع أن نقوم بواجبنا بدون دورهم الفعال. أكيد الله يعافي الجميع يا رب. وأنا ما رح أختم هذا اللقاء إلا بنصائح أكيد مقدمة من كابيتال هيلث ممكن تقدمها لكل المشاهدين. عملية علاج التأهيل البدني مرحلة طويلة جدا، لذا يجب على المريض التحلي بالصبر، وهذا مهم جدا. يشكل المريض جزء كبير من الخطة العلاجية، لذا يجب على المريض المساهمة لتحقيق الأهداف من التأهيل البدني. يجب على المريض المحافظة على المستوى العلاجي للوصول لأفضل مرحلة العلاج. يجب على الأهل المصارعة في الابتداء للعلاج الطبيعي بعد أي إصابة وعدم التباطؤ. دكتور مشعل القاسمي الرئيس التنفيذي لمجموعة كابيتال هيلث، شكرا على تواجدك اليوم معنا. شكرا لكم وشكرا على فتح هذا الموضوع الهام، ونتمنى أن وصلنا رسالة للجمهور، ونطلب للجميع الصحة والعافية الدائمة. آمين. يعطيك ألف عافية.